سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. كلنا صرنا متفقين على أنه الإعلام بيلعب دور كبير بتوجيه الرأي العام وبالرقابة والمساءلة ونشر الحقيقة للجمهور بدون تمييز بمهنية وموضوعية، وهذا الشيء اللي افتقده الإعلام السوري على مدى سنين طويلة من بداية الحراك السوري بال2011 لليوم. وتأسست عدة مؤسسات إعلامية ما كان عددها قليل، ومن هون اتولدت الحاجة لضبط العمل الإعلامي المتطور بشكل مستمر ومتسارع بسوريا. وبسبب عدم وجود قوانين بتجمع وبتنظم عمل هاي المؤسسات، صار فعلا في حاجة ملحة لوجود ميثاق شرف إعلامي بيلزم المواقعين عليه أخلاقيا. من هون انولد ميثاق شرف للإعلاميين السوريين يلي وقعت عليه مجموعة من المؤسسات الإعلامية السورية المستقلة بعد جولات من النقاش بين مختلف التوجهات والمكونات لتكريس مجموعة من المبادئ لخلق حالة من التوازن والاستقرار بتصب بالتأكيد بمصلحة المجتمع السوري ونموه وارتقائه. شمل ميثاق الشرف 8 مواد، هن المادة الأولى تعريف الإعلام، المادة الثانية تعريف الإعلامي، المادة الثالثة شمولية الميثاق، المادة الرابعة مصادر الميثاق ومبادئه، المادة الخامسة الموجبات الأخلاقية للإعلامي، المادة السادسة تضامن الموقعين، المادة السابعة الدعوة للميثاق، المادة الثامنة الالتزام بالميثاق. هيئة ميثاق شرف بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الموقعة على الميثاق نفذت وعم تنفذ عدة ندوات وورشات تدريبية داخل وخارج سوريا لتطوير الإعلام السوري وتحسين وضعه. ومن الندوات والورشات اللي عملتها مؤخرا منتدى الصحافة الأخلاقية بإدلب، ومنتدى الصحافة الأخلاقية بريف حماة، منتدى ومناقشة مفتوحة بعنوان المرأة وبناء قطاع الإعلام السوري المستقل أين نحن بمدينة اسطنبول، وورشة بعنوان أخلاقيات العمل الصحفي واستراتيجيات الإلقاء والتقديم بريف حماة الشمالي، وغيرها من الندوات والورشات والفعاليات اللي عم تسعى هيئة الميثاق من خلالها للارتقاء بالعمل الصحفي بسوريا. إذا بهمكم تتعرفوا على المؤسسات الإعلامية الموقعة على الميثاق والملتزمة بمبادئه أو تطلعوا على نص الميثاق الكامل، زوروا موقع ميثاق شرف للإعلاميين السوريين وتعرفوا أكثر عليه، لأنه مع كل شيء عم يقدموه للسوريين وللإعلام السوري هو جدير بالدعم والاهتمام. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.